السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة ونبدأ بأبرز العناوين. الفريق الوطني يعلن عن الملتقى الإلكتروني الدولي لفيروس الكورونا. الهلال الأحمر البحريني يبدأ بتوصيل مساعدات عينية لنحو 4500 أسرة متعففة. تطبيق شامل لتقييم طلبة المنازل والذات والمتغيبين عن الامتحانات النهائية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، يقام الملتقى الإلكتروني الدولي لفيروس كورونا بمشاركة نخبة من المتخصصين والاستشاريين الدوليين، وذلك يوم السبت القادم من الساعة 3 إلى 5 مساء. ويركز الملتقى على تبادل الخبرات التي تم اكتسابها من تجربة محاربة الوباء في مختلف الدول والاستراتيجيات التي اتبعت للحد منه، مما يسهم في نشر المعرفة وبناء القدرات لدى الدول الأخرى، بالإضافة لآخر تحديثات خيارات العلاج المتاحة. قامت جمعية الهلال الأحمر البحريني بتوصيل مساعدات عينية إلى نحو 4500 أسرة في مختلف مناطق مملكة البحرين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19. نحو سعيها لدعم المجتمع البحريني والمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، ارتأت جمعية الهلال الأحمر البحرينية أن تقوم بتوصيل مساعدات عينية إلى منازل الأسر المتعففة، بدلا من دعوة تلك الأسر للحضور إلى مقر الجمعية كما جرت العادة سنويا، وكان ذلك تحت شعار العطاء بكرامة. في الظرف الحالي فاضطرت الجمعية أن هي تقوم بتوصيل المساعدات إلى أصحابها في بيوتهم. واجهتنا شوية مشكلة بسيطة، أن تغيير العناوين المسجلة عندنا من الأسر، لكن الحمد لله الشباب متطوع بالكامل لتوصيل على مرحلتين الصباحية والمسائية، وإن شاء الله نقدر يعني خلال قبل شهر رمضان الكريم أن نخلص من تقديم المساعدة ل 4500 أسرة موزعة على 73 نقطة في البحرين. يعمل متطوعه الجمعية من خلال فرق صغيرة على توزيع تلك المساعدات على نحو 4500 أسرة متعففة في 73 منطقة في مختلف قرى ومدن ومحافظات مملكة البحرين، حيث يتم تخصيص أيام معينة لكل منطقة، وذلك لضمان سير عملية التوزيع بأسر وسلاسة، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي. الوصول إلى 4000 أسرة في ظل الوضع الصحي طبعا كان تحدي، أن احنا نكون حذرين ويقظين صحيا ونوصل إلى مختلف العائلات في مختلف مناطق البحرين. ما كانت العملية سهلة، لكن احنا قبلنا هذا التحدي، فكل الشكر حق متطوعينا، وكل الشكر حق القطاع الخاص اللي قاعد يدعمنا، وقاعد ان احنا نقول للناس خلكم في البيت، حق حتى الأسر المتعففة خلكم في البيت، احنا راح نجيكم هناك حفاظا على سلامتكم، حفاظا على صحتكم، وتماشي مع توجهات الدولة في الحفاظ عليكم. طبعا انا متطوعة جديدة في جمعية الهلال الأحمر، وكل الشرف اني حصلت هذه الفرصة عشان اتطوع. طبعا اي جديد يعني يرحبون في هذه الجمعية، وتحسين كأنش امان، فريق كلنا فريق واحد صرنا، وما في تمييز بين احد يعني. وطبعا في عدة سيائر وفي عدة اعضاء قاعدين نوزع المعونة حق الأسر المحتاجة، وكلي فخر اني اكون ضمن هذه الجمعية. تعتبر هذه المبادرة دليلا على سعي جمعية الهلال الأحمر لدعم المجتمع البحريني، واستمرارا لمسيرتها في تلبية احتياجات وصون كرامة الأسر البحرينية على مدى أكثر من 40 عاما.
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منظمات المجتمع المدني المسجلة في الوزارة التقدم للحصول على ترخيص لجمع المال إلكترونيا من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل. ويجب على المنظمات الأهلية ملء الاستمارة المخصصة للترخيص في موقع الوزارة الإلكتروني وإعادة إرسالها إلى البريد الإلكتروني المستحدث في موقع الوزارة الرسمي، ليتسنى للإدارة البتة في الطلبات المقدمة لجمع المال بالسرعة اللازمة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة للحصول على ترخيص جمع الأموال، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة. السادسة مستمرة وتتابعونا فيها بعد قليل. مكتبة الثقافة الإلكترونية آفاق أوسع لاكتشاف المنجز الإنساني في البحرين. أعلن قطاع التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم بأنه قد تقرر تقييم طلبة المنازل بالإضافة إلى طلبة الذات والمتغيبين عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك عن طريق تقديم تطبيق شامل لمحتوى كل مقرر دراسي على حدة خلال الفترة من الأحد الموافق 17 من مايو حتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر، لعمل التطبيقات المقررة التي ستعتمد نتائجها لتقييم أدائهم لهذه المواد الدراسية مع احتساب أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بالنسبة للطلبة المتغيبين عن الامتحانات النهائية لذلك الفصل. ودعا القطاع جميع أولئك الطلبة إلى تحديث بياناتهم مع إدارات المدارس المسجلين فيها وإضافة البريد الإلكتروني أو أي وسيلة مناسبة للتواصل معهم. اجتمع المجلس البلدي الجنوبي اجتماعه 15 لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث ناقش عدة تقارير من اللجان العاملة في المجلس البلدي، ووافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إعادة تأهيل الحديقة الكائنة بمجمع 810 في مدينة عيسى لتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة. كما وافق المجلس البلدي على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مخاطبة إدارة الأوقاف السنية لتخصيص أرض بمجمع 935 بمنطقة الحجيات لإنشاء صالة للمناسبات، ووافق المجلس على تقرير لذات اللجنة بشأن تخصيص قطعة أرض بمجمع 912 بالرفاع الغربي لغرض إنشاء مسجد. ووافق المجلس كذلك على إيجاد قطعتي أرض، أحدها بمنطقة الزلاق والأخرى بمنطقة دار كولي بالمحافظة الجنوبية، لتخصيصهما لغرض إنشاء صالة للمناسبات للأهالي. كما وافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية بشأن الموافقة على تسمية الأستاد الوطني أو أحد المنشآت الرياضية باسم الشيخ عيسى بن راشد رحمه الله تعالى. هذا وناقش المجلس البلدي في ختام جلسته مع المختصين من شركة النظافة آلية النظافة خلال هذه الفترة الاستثنائية بالمحافظة الجنوبية وخططهم ودورهم في التأكد من الصحة العامة للعاملين بالشركة وكيفية رش وتعقيم دوائر المحافظة. أعلنت الإدارة العامة للمرور ضمن جهود تطوير الخدمات المرورية الإلكترونية عن وقف الخدمات المرورية حضورياً والمقدمة في مكاتب البريد ابتداء من شهر مايو القادم، وذلك لإنجاز المعاملات الإلكترونية بالشكل المباشر من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية وتطبيق الهاتف الذكي وأجهزة سداد. وأضافت الإدارة أن خدماتها عن طريق البريد سوف تقتصر على تسليم رخص القيادة للعنوان المسجل في المعاملة الإلكترونية. جددت هيئة البحرين للثقافة والآثار مكتبتها الإلكترونية بتقديم باقات ثقافية وتعليمية متنوعة للجمهور على مختلف منصاتها، تلبية لحاجات المجتمع المتزايدة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي. وتعمل الهيئة على تنفيذ رؤية لتقديم باقة ثقافية وتعليمية على مختلف منصاتها الإلكترونية بشكل يومي
يطلع خلالها المهتمون على مختلف المواضيع الثقافية ومقالات لكتاب وأدباء من البحرين والوطن العربي والعالم، وجولات افتراضية للمواقع التاريخية والمتاحف ومراكز الزوار والمعارض، وأفلام توثيقية وأنشطة تفاعلية للجمهور تخاطب مختلف الأعمار. ويمكن الاطلاع على مكتبة الثقافة الإلكترونية عبر زيارة صفحة المركز الإعلامي على الموقع الإلكتروني لهيئة البحرين للثقافة والآثار. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.